ختام مسك اليوم بفقرة ماي رايتس مع ماتر ميراي روحانا. ابتديت اليوم ألايف وحكيت عن العمالة عند الأطفال، هالموضوع يلي هو كتير مهم وكمان كتير خطير، رح نحكي أكتر عنه. أهلا وسهلا فيك ماتر. ميرسي، ثانك يو. يعني بلشنا الانترودكشن اليوم بألايف، عم نحكي عن أهمية هالموضوع، أنه رح نسلط الضوء عليه، نحكي عن أسبابه، عن الحلول، عن كمان شو تأثيراته على المجتمع اليوم وبالمستقبل. عالم ومعدلة اجتماعية كتير صعبة، ويعني كل هالتطور اللي عم نقطع فيه كبشرية اليوم بعدنا عم نعاني من هالمعضلة اللي مفروض تكون من أهون الأمور وأبسطها لتنحل، لأن هي أساس. بداية إذا بدنا نبلش معك، العمالة عند الأطفال شو هي وأي متى تعتبر عمالة عند الأطفال؟ يعني شو الطفل، أي متى فينا نعتبر هالطفل هو عن جد بيقطع بهالخانة، نعتبر انه هو عم بيشتغل بالوقت الغير مناسب؟ اول شيء بدي اشكر الام تي في لانه الموضوع هيدا موضوع مهمل، موضوع منسى للاسف الشديد، مع انه هو اهم موضوع، لانه مثل ما قلتي هلا انه عم نحكي عن بناء مجتمع يرتكز على الطفوله. هلا اذا بدنا نبلش نحن نحكي، اتفاقية حقوق الطفل يلي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ويلي طبعا وقعوا عليها كتير من البلدين ومن بيناتهم لبنان، تعتبر أنه الطفل هو كل شخص ما تجاوز 18 سنة. هون عم نحكي كاتفاقية حقوق الطفل. بالنسبة إذا بنجي للقانون العمل اللبناني يلي نحن هلأ رح نحكي عنه طبعا لأنه هو اللي بيهمنا، استعمل عبارة حدث. إذا من هو الحدث؟ هو كل شخص عمره أقل من 18 سنة. إذا هيدا هو موضوعنا. يعني نحن اليوم حيلا شخص تحت دون 18 عم بيشتغل، هو فينا نحكي عن إنه عمالة الأطفال. هلا كلمة عمالة يفهموها أكيد المشاهدين هي شغل، لما الأولاد هالأطفال عم بتروح وتشتغل. وهون للأسف الشديد هلا يمكن رح أحكيك بمواد قانونية حتتفاجئي، لأنه غير مطبقين، يمكن حتى مش سامعين فيهم كتير ناس. أول شيء، من أي عمر الحدث إله حق، أو الطفل، بس أنا بحكي تعبير قانوني، إله حق يبلش يشتغل. ببلش يشتغل ابتداء من عمر 13 سنة. نعم إله حق يشتغل، في كتير بيسألوني إذا إله حق يشتغل. سوري بس بدي توضيح صغير، نعم. هون بلبنان أو عم نحكي عالميا؟ لا لا، بحكي قانون عمل لبناني. أوكي. أنا ما بحكي عالميا، ضلنا بلبنان. بس نوضح للمشاهدين أكيد، لأنه بلشنا بقصة نحن بس أعطينا أنه من هو الطفل. طبعا هلأ أكيد عم بشتغل أنا وياك قانون عمل لبناني بير شو بيقول، لكن ابتداء من عمر 13 سنة إله حق إنه يبلش يشتغل، القانون سمح له، ولكن في عنا ضوابط. مش أوكي. هيك، وهون المشكلة إنه هالضوابط رح قلك إشياء حتتفاجئي، هي كتير هينة. بده شهادة طبية، يعني رابور طبي بينعطى ببلاش من قبل وزارة الصحة العامة، متوجه لها بناخده، وهو هالشهادة هيدي بتسمح له بتشوف هل هو صحته منيحة بيقدر يشتغل. إذا كان انعطى شهادة طبية بيقدر يشتغل، وبيكون قانوني، بيكون قانوني. ولكن هالشهادة هيدي لازم يجددوها كل سنة، ما حدا عم يعملهم. ما حدا، يمكن مؤسسة أو اثنين. طب نظلم دونك هالشهادة هيدي كل سنة لازم يرجع هالحدث هيدا، يروح ينعرض على طبيب ويشوف إذا كان أهل للعمل جسدياً أم لا، وإذا لقى تنسحب منه هالشهادة الطبية ويمنع عليه العمل. هلأ نحن قلنا أنه ابتداءً من 13 سنة، ولكن في استثناء بيقدر من 12 سنة بالمؤسسات الحرفية بيشتغلوا حرف، بيقدروا يبلشوا بالشغل أبارتيغ دو 12 من عمر 12 سنة، ولكن لازم صاحب الشغل يكون حاطط بالنظام الداخلي تبعه شو نوع العمل اللي بده يشغله فيه لهالطفل هيدا، وشروط العمل يجب أنه ياخد هالنظام ويصدقه بوزارة العمل وبوزارة الصحة. بدي بس هيك انتربت يو، هن اذا عم بينعملوا او ما عم بينعملوا، صراحه اليوم عم تحكي بنحكي بطفل عمره 13 و12 سنه عم بيشتغل، مع احترامي للقانون اللبناني، وطبعا هون انت عم تحكي قصص مواد قانون، ولكن اذا بعطي رايي الشخصي يعني اليوم شيء بحزن. نحن اليوم وقت بنحكي عن حقوق الطفل لازم يكون عنده حق بانه يعيش طفولته بدايه، بانه يتعلم، بانه يكون عنده اكسس على، وهول كلهم عم نوقفهم. هون بلفت النظر لشغله،
أن المنظمات العالمية الإنسانية عم بتحاول جاهدة الوصول إلى صفر عمالة. شو يعني صفر عمالة للأطفال؟ يعني ما يعود في عنا أطفال عم تشتغل بس أنا هون ما بتزبط. أنا كنت بدي أسألك سؤال، أنت لما بتقولي بيقدر يشتغل من عمر 12 و13 عم نحكي عن دوام عمل كامل؟ لا 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 لا، رح نحكي ورح نحكي كمان. أول شيء هالطفل هيدا اللي بلش يشتغل أو الحدث إذا بتستعمل عبارة اللي استعملها القانون العمل اللبناني، من عمر ممنوع يشتغل بالمصانع قبل ال 15 سنة أوكي. وممنوع يشتغل أعمال خطرة ومضرة قبل ال 16 سنة أوكي. هلا قديش كم ساعة له حق يشتغل؟ له حق يشتغل، هلا أنا عم بحكي أشياء صراحة ولكن بالحقيقة مش عم شوفها مطبقة، وهلا بعطيك هذا إكزامبل. له حق يشتغل 6 ساعات بالنهار، بعد 4 ساعات لازم يريحوا ساعة رب العمل ويرجع يشتغل ساعتين. كمان ممنوع يشتغل من 7 عشية ل 7 الصبح. وللأسف الشديد أنا بعلم قانون بتفاجأ بطلاب بس نعقد اشرح الدرس لما تطلع الصرخة إنه يا ماتر نحن عم نروح نشتغل لل 11 بالليل، نحن عم نشتغل أشغال مش مثل ما عم تحكي أنت بالقانون، متعبة، مش مطبق، مش مطبق. وهلأ منقول ليش للأسف ما عم بيصير فيه تطبيق. عنا كمان أدي إجازته مثلا، عادة بقانون العمل اللبناني الإجازة السنوية للأجير هي 15 يوم الأجير العادي، هلأ للحدث عاد شو 21 يوم أوكي. اهتموا كتير فيه بالسنة يعني ايه يعني حلق. الوضع اذا نحن عم نحكي قانون نحكي وقائع اوكي، والقانون اللبناني حاطط ضوابط مثل ما شايفين عم نجي في ضابط بعد عسيره الضوابط. القانون اللبناني حاطط كمان انه هناك مسؤوليه، يعني رب العمل او الاهل حتى حتى عليهم مسؤوليه وعقوبه جنائيه، عم تحكي عن جنايه اذا لم يتم تطبيق هالاشياء اللي هلا المواد اللي خبرتك عنهم. قد تصل حبس، غرامة، قد تصل لإقفال المؤسسة. ولكن للأسف الشديد نجي على الواقع، نجي على أرض الواقع. نحن هلأ حكينا قانون ولكن للأسف الشديد ما في تطبيق. ليش ما عم بيكون في تطبيق؟ السبب الأساسي لعدم التطبيق ما عنا مفتشين كافيين بوزارة العمل لا تقوم بدورة يعني وتفتش. أنا عم بدي أقولك مين بيحمي إذا هل وزارة العمل دورة تقوم بعمل رقابي تبعت مفتشين؟ ولكن برجع بقول ما عنا عدد كافي للأسف. إذا بيتم تفعيل دور رقابة وزارة العمل، يعني بتجي بتفوت على المؤسسات، على المصانع، على المعامل، على المطاعم، على كل هالمؤسسات الاقتصادية وبتشوف في طفل بده يتأكدوا من هويته، من معه شهادة طبية، معه إذن من أهله. مش هيك للأسف الشديد الموضوع متروك. Alright. ما بدي أظهر عن نطاق شغلك، ولكن اليوم إذا وزارة العمل ما عم بتقوم بواجبها للأسباب اللي كانت، هل ممكن جمعيات تقدر تقوم بهيدا الشيء لحتى نقدر نسلط الضوء نحمي هالأطفال ولا لا؟ طبعاً الجمعيات عم تشتغل ككتاع فاضي بحق لحتى تتشكى، يعني سؤالي طبعاً أكيد بتقدم أخبار ولكن للأسف حتى الجمعيات بظل هالظروف الاقتصادية اليوم اللي عم نعيش فيها عم بفكروا أكتر بمنحة تاني إنساني، يعني إذا في مريض عم بعالجه إذا في وإذا بتحب نحكي كمان عن شو هي الأسباب يلي خلت. أول شيء بدي أقولك أنه بلبنان عمل إحصاء بال2022 هلا يعني ويه يعني من كم شهر، وبين أنه عندك بلبنان 100,000 طفل بيشتغل، من بيناتهم أكثر من 30,000 طفل لبناني عم يشتغل. وأنا مأكدة أنه اليوم بهالكم شهر ازداد كتير العدد نظراً لعدة ظروف بتبلش عندك الوضع الاقتصادي السيء للأسف الشديد يلي عم يتفاقم يوم بعد يوم. عندك شغلة كتير مهمة بحب وعي المشاهدين عليها تنبعد من عمالة الأطفال، فيهم يواجهوا أولادهم نحو التعليم المهني والتقني. اليوم إذا أنا عندي ولد وحسيت أنه علاماته منا كتير قادر يعطي، بقدر بدل ما ابعته روح اتعلم صنعة تنفترض بهالمطرح عن عمر معين، بقدر وجهه الى التعلم المهني والتقني اللي بخليه يتعلم مهنة وبنفس الوقت يكون عم يتثقف،
عم يتعلم ومنكون أكيد عم نبني كمان بفترة هالسنين، يعني بدل ما يكون عم بيصير بالعمل بعمر 13 14 15 أو whatever، عم يمكن تحميه لعمر 16 و17 طبعا. وفي منهم بيكفوا اختصاص جامعي بيحبوا ساعتها لما بينتقلوا لمهنة بحبوها. إذا بدنا نكون بيناتنا واقعية، الأهل كمان عم بيعانوا من القصص المادية، يمكن ما يقدروا يبعتون على هالمدارس. هون دور الدولة تأمين نعم. مدارس مجانية أكتر من الموجودة، لأنه للأسف ما بتكفي، خاصة من بعد ما تدهور الوضع الاقتصادي صار في كتير أهل ما بقى قدرة تبعت ولادها على مدارس خاصة. دونك في عنا تفعيل كمان من قبل الدولة كمان للمعاهد التقنية، يعني يكون عنا عدد أكبر ليقدر يستقطب عدد الأطفال هيدولة. ماتر، إذا نحن كمواطنين ومشاهدين اليوم شفنا شوازات بمؤسسة معينة، شو فينا نعمل؟ أكيد طبعا كمدنية منا محامية أو منا جمعية، حيلا شخص بيقدر يقدم إخبار طبعا. أوكي. ولكن ما هون بدنا نشوف قديش عم يؤخذ هالموضوع بجدية، لأنه هو الدور الأساسي هو لوزارة العمل، لأنه أعطيت الحق بالرقابة والتفتيش للأسف الشديد. يعني هلا كمان إذا مثلا بتسأليني شو فينا نعمل حلول، في عندك توعية الأهل على مخاطر العمالة. يعني الأهل ما عم يعرفوا أنه أنا ابني إذا بعدته يشتغل رح يتعرض للإهانة، رح يصير عنده هون ضرر نفسي، رح يضربه يمكن عم يشتغل عنده. أكيد ما عم نشمل، نحن عم نحكي ممكن يتعرضوا هون عنا ضرر جسدي. والأهم من هيدول كلهم لازم يعرفوا الناس أنه الطفل الذي يبدأ بالعمل عن سن مبكر هو طفل للأسف أصبح جاهل، أصبح عم نشتغل على مجتمع ازداد فقراً، ازداد جهلاً، والتعتير على الوطن، لأنه هيدا جيل المستقبل يلي عم نبنيه. كل ما زدنا عمالة كل ما زدنا فقراً، كل ما نزلنا نحو الهاوية، وكل ما للأسف صار عنا جهل لأنه ما عم يتعلموا مثل ما لازم. يعني اليوم ذكرتي عن الظروف اللي هي منا صحية للولد، يمكن الأهل مش ما بفكروا فيها، ولكن بعض الأحيان بطبيعة الحال بنجرب نتجاهلها لأنه في عنا ظرف صعب بالبيت وبدنا حدا يجيب مصاري على البيت. هالمشاكل النفسية يمكن الأولاد بيتعرضوا لقصص كتير خطرة، مش بس يتعبوا أو ينضربوا، بالآخر عم بتحط شخص بعمر صغير منحط بعالم أكبر منه ومش أكيدين من البيئة. حكيت شيء كتير مهم، يعني اليوم قلنا طفل اليوم هو قادة المستقبل بلبنان وبهالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه، كيف أو شو كيف بتحسوا من ناحية القانون والمحامين متجهين؟ هل في حل؟ هل في مجهود كافي عم بينعمل لتصحيح هالشيء، ولا نحن اليوم تحت رحمة الوزارات وشو رح يعملوا فينا بصراحة؟ هلا أنا لأنه طبعي متفائلة عشان هيك نحن بحاجة لتفاؤل ما ترى بدي أحكي من هالمنطلق. بحس إنه دايما ولبنان هو قائم على كل شيء خاص، قطاع خاص. نعم. فأكيد في عنا دور كتير مهم، الجمعيات بتقدر تلعب دور. الجمعيات اليوم لما بتجي وبتاخد هالولاد بتشوفهم بوضع مزري، بتقدر تقدم لهم مساعدة، تأمن لهم مسكن، تأمن لهم تعليم، تأمن لهم الحد الأبسط من المقومات. أكيد موضوع العمل رح يخف، وأكيد ما بقدر أقول لك في دولة، الدولة كتير مهم اليوم وزارة العمل، وبرجع بركز هي الأولى والأخيرة المسؤولة، لأنه قانون العمل تابع لوزارة العمل، دونك نحن التطبيق عنده، فالرقابة شغلة كتير مهمة. برجع بقول لك التوعية والمعاهد التقنية يلي كتير ممكن أنه تفيد وتخفف من العمالة. متر ميراي روحانا شكرا كثير لك، يعني انت نهيتيها بطريقه كثير دبلوماسيه، ولكن انا رح زيد عليك واقول انه اليوم نحن كمجتمع لبناني لسوء الحظ مثل كل شيء بهيدا البلد، اذا نحن ما حطينا ايدنا واذا المجتمع المدني ما اخذ اكشن عم نرجع لورا، على امل توعى الدوله وتبلش تهتم بالمواطنين. عندنا مسؤوليه كثير كبيره نحن نقوم فيها، الاطفال هن اساس المجتمع، يا ريت كلنا سوا نتكاتف لنقدر نحسن هالوضع ونقلل من العمالة عند الأطفال. ما لا جديدة مات، شكرا كثير لك. ميرسي دويتوا على هالموضوع. ميرسي لك، ميرسي للمعلومات القائمة. وهيك مشاهدينا اليوم بنكون انهينا نهار طويل مع MTV Alive. موعدنا بيتجدد بكرة الصبح، رح يكون في عنا أجواء احتفالية بعيد الفطر أكيدة. بتمنى لكم أنا أمسية رائعة ونشوفكم بكرة الصبح.